السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبيت دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على رياض محرز. رياض محرز صحيفة تاع إنجليزية مختصة في الأرقام، في الترقيع، في التنقيط تاع اللاعبين تاع دالي ميل. هذا وين أرقام محرز ترد على منتقديه. رياض محرز اللي نعرفه، رياض محرز ما عندوش، وخاصة الصحافة الإنجليزية ما عندهمش مجاملة، ما عندهمش مجاملة كيما لا هنا من يهضروا هنا. كي تشوف المحللين نقاد تاع كرة القدم الإنجليزية، لا بغات تلعب مع 20 عام يقولوا انت يا، لا بغات جارو يقولوا انت ياك مخسر. نورمال، مش كيما اللي هنا يديروا هاك. كي يهضر على المحترفين يقولوا ما دايما لا منا ولازم فان ولا يحصل فيه مساكين. بصح كي يجبدوا له على هنا يدير ماك، ما نقولوش اسماوات، كاين لي صوت ما نقولوش اسماوات. يقول لك راك تخسر ولي كيف ناسيونال تخسر نادي، ما تقولش تهضروا عليه اللي يكون ويطلع، ما تهضروش عليه، ما تهضروش عليه نادي اللي هو يكون ويطلع. دو زيكيب، فريق واحد دو زيكيب، عمركم بسبعة وقيلة ولا ثمانية، وطلعكم سبع أيام صابرين، سيمانة، سبع أيام سيمانة، وتجي تهدر في واحد يلعب كونت اللي تبغيه، كونت ميسي، ربح ميسي بربعة بثلاثة، لعب كونت أي فريق راه يوقف له، ها راه ولا زفان. كنتو تهدروا فيهم هذو مساكين، تهدر أنت في غلام، تهدر في غلام، تهدر في ادم الناس، تهدر في انت كي راك تقول بلي انا ادم الناس راقد نبغيه انا، يعني ادم الناس انت ما راكش قدامنا. ادم الناس الله يجعله يولي احسن لاعب في العالم، بصح انت تقول ادم الناس ضد بعض اللاعبين الجزائريين محترفين تحوس تضرب ذا بذا، بصح لا قارنا فايقين. وادم الناس يتمنى يولي كيما محرز، يتمنى يولي كيما محرز، خاطش انسان خدام وراه يخدم باش يوصل، ما خاصوش حتى تهدر عليه بالحقد. خاصنا نعرفو كو ادم الناس يطلع يبان، انت الاول طيح عليه، انت بو نجاح كنت تشكر فيه من بو نجاح كلاس ميير بيتر احسن هداف في العالم، قلت لهم لا 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 ما يلعب، لازم يروح لفريق كبير وما يروحش ومن تعاير في الناس. احنا شفنا كيفاش رياض محرز وين عرف كيفاش يرد على منتقديه، ماشي اكسس ولا الناس هادو اللي يتكلموا بحقد على اللاعبين، هادو يتكلموا بحقد على اللاعبين. وين شفنا كيفاش وين هذا الموقع المختص في كيما نقولوا حنايا في الترقيم تاع اللاعبين، تنقيط اللاعبين، يعني هادو ما همش مجامله ولا وين ديلي مايل وين قدمت ارقام لمحرز لترد على منتقديه. شو كيفاش كشفت صحيفه ديلي مايل البريطانيه ان رياض محرز يقدم في اداء جيد بالرغم من قله الدقائق التي شارك فيها. وين رياض محرز، هذا رياض محرز على بالكم نديروا في رسالنا باللي كره لاعب كاع لي ماتش، على بالك بلي كره احسن لاعب العام الجاي دي أمير جوار دي موند، فريناه. وقد وين نجح رياض محرز في مساهمته بتسجيل 20 هدف مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات في اول موسم له. على بالك ماركي ساهم في 20، ماركي 10 ومات 10، شعر لاعب، اي شعره لاعب، قلنا شعره لاعب، ماد 10 وماركي 10، شعره لاعب. باش نعطيكم حنايا، حيث سجل 10 اهداف ومنح 10 تمريرات حاسمه، وهو وين شفنا كيفاش، وهو الرقم الرائع بالنظر لقله الدقائق التي شارك فيها رياض محرز. وين فبلغ الارقام، وين شفنا الأرقام هي التي ترد على منتقديه بأفضل طريقة ممكنة. قلت علاه حنا ما شفناش هاد الناس
ما شناوش ما يد... نعرفهم باللي ما يتكلموش هذه الهضره، وما يتكلم لك يتكلم لك على مقابله تاك 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 زويت الويط، هذه يتكلم لك مقابله يقطع ما يعطيش تحاليل، ويلا احنا ما شناهمش يعطوا تحاليل. اللي شاف هذا الصحافه تاعنا المواقع تاعنا يتكلموا يعطوا في التحاليل يهضروا معايا، خرجي واحد يعطي يقول لي لا ما يتكلموا التحاليل، التحاليل كي ياتون قال لك يتكلمون بالحق لياتون بالباطل. هو كي تشوفه يشكر لك في محرس عرب لي غادي يتكلم بالباطل يلاقيه بالباطل، هذا قالها عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قالها. كاين ناس يتكلم لك بالحق باش يجيب لك الباطل، يبداو بالحق باش يجيبوا الباطل. كيما نهار اللي جا داير قمت جا دي ميمونج موردة جا من فرنسا ريحة شوية شوية كانت فيها جا كمصا، حنا هذو ولادنا هذو اللي في فرنسا ولادنا وحنا يا بو حنا والديهم وماذا بينا ينجحوا، هذه جاب لكم الحق وشو دروك الباطل. ومن بعد يعني ما يبغي يبدا العام الجاي ما يبغي يبدا في الصيف. بصح انا حاجه اللي نبقى حاير فيها، الشعب الجزائري عقلنا اللي يهدر الناس ولا يجوا عندي في القهوه والله لا قالوا لي والله لا بالشيخ والله لا قلع والله لا راه مليح صعيك والله لا دار انا على الشيطان شو بير يا ودي نقول لهم رجاوه هاد هذه غير الطاس الاولى الزاوجه الثالثه نص قرعه قرعه ويقلع كي يسكروا تشوفوهم نقول لهم اليوم ضرب طاس واحده من بعد كي يسكروا وكما كي يسكروا يولوا يعايروا عاد صالحين كيما دوك اللي يسكروا يبقوا مصروعين حنا شناهم كيفاش جاو قالوا لي ودي لا بالشيخ والله لا صايك بو حنيكه والله لا صايك يشكروا في اللاعبين المحترفين اودي قلت لهم هذه الطاس الاولى انا حاسبوني مي يكمل الصندوق 12 قرعه تكمل في الصندوق فما نحضروا هذه الطاس الاولى مازال الليله طويله العام طويل والليله طويله شناهم كيفاش طايحين عليهم هذو اللي يهدر لك بالحق ويجيب لك الباطل يعني كي يشوفوا يشكر لي في ابراهيم يقولوا ان شاء الله يراه مانشستر يونايتد نعرفها ما قالهاش منا قالها زعما تاع يراه كيما كان يقول لهم قالوا له دي محرز ودع الانصار تاع لايستر سيتي قال لهم واه غادي يخرج برا يسلم على الطاكسيات يسلم ويجي رايح خاطش ما كانش داير في راسو بلي غادي يروح مانشستر سيتي خاطش هو يعرف بلي مانشستر سيتي معترف بها عالميا خمسه ليزيكيب في العالم مكلاسيا مع خمسه الاولى في الموند هو يعرفها كان يقول بلي غادي ما يروحش وين شنا زيدان قال لهم من الممتع ترى جزائري يلعب في مانشستر سيتي وداير قاعد الضجه بالعربيه مين تا ما شناهش شو كيفاش شناه في التينار مع ود بلاده وين غوارديولا تكلم مع محرز تكلم في الصحافه قال لهم نطلب من محرز يكف شويه على الشكاوي خاطش عليه راه اشكال محرز اشكال الاخر قالوا كيف مشاك تلعب شكاين شي عندك معاه من شكون هذا اللي راه يقصر لك كلون كلش راه هضر مع هضر ديريكت مع غوارديولا يسمع بالعربيه وبالعربيه يعرف غوارديولا وغوارديولا يعرف بالعربيه بصح حنا كره راحت وحده منا كره راحت تاوانا وحده من تاوانا راحت منا خاطش كي يخرجوا منا يولوا نعيطوا لهم وحده كي يكونوا هنا يبانوا رجاله بصح كي يخرجوا يولوا بالحمير والبدعيات انا نقول لكم كي لهنا وقتو كيبدا بصح كي يخرجوا يولوا بالحمير والبدعيات كل وحده راحت منا ما يعرفها شي غوارديولا والله ما يعرف وحده فيهم باش ندخلكم باش نتكلموا صح شكاين عرفتوا كيفاش رد عليكم رياض محرز بالارقام رياض محرز ما ردش اوه راكم حاضرين راكم دايرين لي ولا منا ولا البريك كيما اللعبه تاعو انا يهضروا على الدراهم ولا يهضر لا قد نجح رياض في مساهمة بتسجيل 20 هدف مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات في أول موسم له عندك وين حيث سجل 10 أهداف ومنح 10 تمريرات حاسمة وهو رقم رائع بالنظر لقلة الدقائق التي شارك فيها شو كيفاش مش احنا قلنا هاودي وين الأرقام وين محرز رد على منتقديه بافضل طريقه ممكنه وين شفنا كيفاش غوارديولا وين تكلم انا رد على الصحافه الانجليزيه وين قال انا سعيد بري من نقولوا حنا انا سعيد من اجل رياض محرز فانه يقاتل من اجل كسب مكانه اساسيه في التدريبات او عندما تمنح له الفرصه شوف لاعبين كيفاش المستوى تاعهم خاطش على رياض محرز ما راهش يلعب في فريق
ايه هو وما راحش يلعب. رياض محرز يلعب في وسط فريق مدجج بالنجوم، مدجج بالنجوم، فريق عالمي. على هذيك احنا اللي نتمناه ان شاء الله بربي رياض محرز يكون في افضل احواله يوم الاربعاء ان شاء الله. صحيته وربي يحفظكم، وتحيه الجزائر.